سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة الأكارم، أسعد الله صباحكم. شرفوا أن أتناول الكلمة في هذا المجلس العلمي الكريم، شاكرا لكل من ساهم فيه صنعه الحسن، وأخص بالذكر فضيلة الدكتور عبد الحميد زهيد لما يقدمه من خدمات محمودة للنهوض بالبحث وبالباحثين. موضوع ورقتي كما هو مبين على البرنامج، البنيات البلاغية إنتاجا وتمويلا، التمويل الصوتي والبعد الوظيفي، وهي مداخلة تندرج في إطار عام يسعى أن يقدم إجابة دقيقة عن طبيعة العلاقة القائمة بين الصورة التي تتحقق بها البنيات البلاغية صوتيا والوظيفة التي تؤديها هذه البنيات تواصليا. فحينما نتحدث عن البنيات البلاغية نتحدث عن البنيات الرمزية والبنيات الاستعارية والكنائية والمجازية. الافتراض الذي تدافع عنه المداخلة أو الورقة افتراض مفاده أن تكاملا للأدوار قائما بين مكونات النحو في إنتاج هذا الصنف من العبارات. والمقصود بالنحو هنا ليس ذلك الجهاز الواصف الذي يتيح للمتكلم أن يتكلم ببنية محددة ويتيح للمخاطب أن يفهم تلك البنية، بل المقصود النحو بوصفه جهازا واصفا يمثل للملكة اللغوية كما هي واردة في الذهن البشري. إذا صح هذا الافتراض يصح أن نقول معه إن إنتاج البنيات البلاغية عمل ذهني يقوم به المتكلم والمخاطب جملة. وقد ارتقينا أن نعالج هذا الإشكال في إطار نظري محدد هو نموذج مستعمل اللغة الطبيعية كما وردت معالمه في ديك 99-900-1000 ونحو الخطاب الوظيفي لرائديه ماكنزي وهانفلد ثم سنس نيس طبيعة الحال اقتراحات دكتور المتوكي والدكتور عز الدين المشيخي في عدد من الأعمال ضمن آخر. وبما أن قوة أي نموذج نحوي تتمثل فيما يتيحه من تطبيقات في معالجة عدد من المعطيات اللغوية، لأن قيمة النظرية أي نظرية ترتبط بما تتيحه من إسقاطات، ارتقينا أن نعالج هذه البنيات استنادا إلى تحليل المعطيات اللغوية الآتية. بنية واحد، هل فعلا وقع الزلزال السياسي هذه السنة؟
بين يجوج وردنا المجد عن أجدادنا ونخشى أن نرث غيره في زماننا. بين ثلاثة فعلا وقع ذلك والسبب كبير الذئاب. بين أربعة وكأن أعينهن من طول الصورة قلوب نواكز ماؤهن منذ معالجة هاته البنيات داخل هاته داخل هذا الإطار اقتضت أن تكون مدخلات الموضوع على الأقل كما يلي. سنتحدث في العنصر الأول عن البنية البلاغية المفهوم والمجال، ثم ننتقل للحديث عن البنية البلاغية في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية، كيف تستحدث هذه البنيات، كيف يتم تمويلها، ماذا يجري في مستوى الذهن الذي في مستوى الذهن الذي ينتج هذه البنيات. ثم سنختم بالحديث عن هذه البنيات في نحو الخطاب الوظيفي. لكن قبل أن نلج بسط ما يمكن بسطه في هذا الموضوع، ارتأيت أن استبق الحديث ببعض المبادئ الهامة. المبدأ الأول أن فكرة التكامل بين العلوم توفرت شروطها ودواعيها في عصرنا الراهن أكثر من أي وقت مضى، ولماذا؟ أننا نعيش في عصر تصنف فيه الدول على أساس ما تحمله من رأس مال معرفي. لم يعد للثروة مكانا في مجتمعنا غير ثروة المعرفة وغير مجتمع المعرفة. لذلك فإن الحفاظ على صيرورة التكامل في مختلف المجالات المعرفية وداخل هذه المجالات مرتبط على الأقل بالحفاظ على وحدة المعرفة العلمية. وحينما نتحدث عن وحدة المعرفة العلمية نتحدث عنها من جهة نسقها المفهومي وينبغي أن يكون موحدا، ومن جهة نسقها الاستدلالي وأن يكون كذلك. لنبدأ بالحديث عن البنية البلاغية المفهوم والمجال. وأذكر أن الهدف من هذا الحوار هو أن نرفع الالتباس عن مفهوم البنية البلاغية داخل مجاله الخصوص، أقصد نموذج مستعمل اللغة الطبيعية ونموذج نحو الخطاب الوظيفي، النموذجان اللذان يندرجان في مجال اللسانيات ذات الطابع التفسيري. والهدف كذلك أن نرصد أوجه التفاعل والتكامل المفترض بين مجال اللسانيات ذات الطابع التفسيري وبين علم البلاغة. كما نسعى كذلك إلى بيان الطور الذي يمكن أن تطلع به اللسانيات التفسيرية في البلاغة لترسيخ مفهومها في هذا المجال الحي. يمكن أن نقول إن البلاغة في هذا المجال تتحدد بوصفها تلك الإنجازات اللغوية التي تشرف على إنتاجها وتأويلها قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية. ويمكن أن نقول كذلك إن البلاغة في مجال نحو الخطاب الوظيفي تتحدد بوصفها أفعالا خطابية كما هي متداولة في هذا المحل. كما يمثل الرسم الآتي: فمفهوم البلاغة في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية تحديده يرتبط بتجاذب الأدوار بين مكونات النموذج، ومفهوم البلاغة في نحو الخطاب الوظيفي تحديده يرتبط بالبت في طبيعة الأفعال الخطابية. نصل إلى المحور المتعلق بالبنيات البلاغية في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية، ونعلن على أن الهدف من هذا المحور
هو بيان ان العباره السابقه يتم توليدها عبر اجهزه قوالب هذا النموذج التي يقوم فيها كل قالب بدوره المحدد. نتحدث عن القالب الادراكي بوصفه قالبا يشرف على مهمه محدده في انتاج هذا الصنف من البنيات، القالب التخيلي، ثم القالب المنطقي، والقالب النحوي الذي يتفرع الى عدد من القوالب، منه قالب البنيه التحتيه، ثم نقل هذه البنيه الى بنيه مكونيه، ثم تحديد الصوره الصوتيه. وتاكيد بان تفاصيل هذا النموذج وارده في كتاب ديك 89-97، ثم في كتابات الدكتور احمد بن توكيل، الدكتور عبد الكريم الشيخي، ثم اخرين، وقد استطعنا في عملنا السابق ان نطعم هذه الاقتراحات باجتهادات قيل فيها ما قيل. اذا نبدا الى القالب النحوي، يعمل القالب النحوي في هذه البنيات من زاويه الانتاج ومن زاويه التأويل. بفضله يتم تكوين البنية التحتية وقوالب التعبير التي تطلع بتحديد صورة المكونات وترتيبها وبإسناد النظر والتنغيل إلى بعضها. ينتج عن ذلك بناء بنية مكونية تعد دخلا لعمل قالب ثالث يضم القواعد الصوتية التي تحقق البنية المكونية في صورة عبارة لغوية تامة كما هو ممثل في المعطيات السابقة. قالب تكوين البنية التحتية، ثم قالب قواعد التعبير والقواعد الصوتية، بفضله يتم التحقق الصوتي للبنيات البلاغية. وحينما نتحدث عن قواعد التعبير، فإننا نقصد ذلك النسق من القواعد الذي ينطلع بنقل البنية التحتية إلى بنية مكونية، بنقل التمثيل الدلالي التداولي إلى بنية صرفية تركيبية. وهذه القواعد تنقسم الى مجموعه ثلاث: القواعد الصرفيه وقواعد المواقع. قواعد المواقع يعني القواعد التي تشرف على موقع المكونات في البنيه التحتيه لكي تظهر في بنيه سطحيه. ثم قواعد اسناد النظر والتنغيم كما يتضح من الرسم المستمد من المتوكل 2016. هذا الرسم يتيح لنا ان نتعرف على الكيفيه التي يتم بها انتاج هذه البنيات، والكيفية التي يتم بها تأويل البنيات. عملية الإنتاج تبدأ من الأساس، والأساس عبارة عن خزينة، ثم بنية تحتية أو محل تمثيل دلالي تداولي، بتطبيق قواعد التعبير في الشكل المتعلق بالصرف، ثم الموقع أو النبل والتنغيم، نحصل على بنية مكونية أو مستوى التمثيل الصرف التركيبي. يتم تطبيق قواعد صوتية، خرجها تأويل صوتي. جدير بالإشارة أن الذي يسعى إلى فهم هذه البنيات ينطلق من الاتجاه المعاكس، يبدأ من التأويل الصوتي ثم يمر بالبنية المكونية قواعد التعبير إلى غير ذلك. جدير بالإشارة كذلك أهمية التنغيم في هذا المكون، أي بعد قواعد الموقع. التنغيم يدخل فيما يسمى بالظواهر الطريزية التي تطلع بدور فعال في التواصل اللغوي. ذلك أن مستعمل اللغة الطبيعية وهو يمارس عملية التواصل يتوسل بما يملكه من انفعالات ووسائل إدراك لبناء خطاب متسق. ويدل صوته على الشدة والقوة حال غضبه، ويدل على الضعف في حال ضعفه أو خوفه أو حزنه أو شكواه، أي بمجرد ما يهدف الى هذا الحاسس، ونلاحظ هذا بوضوح من خلال كيفيه انتاج العبارات اللغويه 1-2-3. تجرى قواعد اسناد النظر والتنغيم عن العبارات اللغويه التي تتضمن ما يسمى بالبعد الصوتي فوق قطعي. لذلك نلاحظ ان قواعد النسق التعبيري قامت ببناء عناصر البنيه الطريزيه في واحد، وهما فيها عنصران اساسيان: النظر والتنغيم. وهذان العنصران
المحكومان كلاهما تداوليا. فالضغط الصوتي الذي يوقعه المتكلم على المركب السياسي داخل حمل هذه البنية تمييزا له عما سواه قائم على أساس تداولي، وهو نظر يفيد هنا البؤرية. وقد وقع بالنظر إلى كون هذا المكون يحمل معلومة جديدة تفيد تغييرا طارئا عملته عدد من الاعتبارات، ما يسمى في النظر تقنيا ببؤرة الجديد أو المعلومة المتنازع في ورودها بؤرة المقابلة، ويسمى في علم الأصوات بالنظر الإلحاحي، وقد نطقه المتكلم بعدما كانت الحاجة إلى إبراز بؤرة دلالية ويميزها عن سواه، كما رأينا من خلال الكلام الدكتور عبد الحميد الزهيد يوم أمس. والملاحظ أن التنغيم المسند إلى البنية السابقة تم بالنظر إلى كونها جملة استفهامية سطحية، هنا التنغيم الصاعد على أساس أن العبارة تجسد السؤال البلاغي، وهذا السؤال الذي يتصف بحدة في مدار التنغيمي أي ارتفاع عدد دبدباته الصوتية مقارنة مع باقي المقاطع الأخرى في السلسلة النغمية. والقصد من هذا السؤال تعجب لا إفادة المتكلم بمعلومات عنه، لأن المخاطب اعتاد مثل هذه التغييرات. إذا سلمنا بهذا يصح القول إن المكون الصوتي يتطلع بمهمة تحقيق عبارة لغوية استنادا إلى الالتماس التداولية في البنية البلاغية، قصد القوة الإنجازية، ثم الوجه والوظائف التداولية في شكل بنية نبرية أنغيمية. ويتخذ لهذا الغرض المستوى البنيوي لهذه البنيات والمستوى العلاقي. يمكن أن نقول بهذه الصورة إن المكون الصوتي رافض للمكون السياقي ومكون له دور فعال في بيان إوليات شقاق العبارة البلاغية أو البنيات البلاغية. فدلالة المفروض تحمل في قناتين تواصليتين، القناة المقطعية وهي الصوامت والصوائد وما يتركب منها من مفهمات ومنيمات، والقناة الثانية قناة الطريزية تحمل فيها الدلالات عبر النبرات والنغيمات. العبارة اثنين مثلا يتضح أن المتكلم يعبر عن قلقه ويشعر بنوع من الاضطراب بسبب توقعه لمكروه، وتقتضي وضعية التعبير هذه أن تتفاعل مكونة النموذج بصورة يصير فيها الذهن البشري هنا في وضعية يستوي فيها نسق التعبير مع نسق التفكير وفق ما تبيحه نظرية روبن 91 من افتراضات أو ما يصطلح عليه توازي التفكير والتعبير، إلى درجة أن المكون ذئاب المستعمل للإحالة على ذات الشخص بصورة الحيوان اقتضى بناء صورة ذهنية ممكنة لاشتراك الذئب والإنسان في عدد من الصفات كصفة التحايل لتتم عملية التحقق الصوتي للعبارة اللغوية بصورة انفعال وثأر من شيء يجب ذلك. وأبان استعمال هذه الوحدة المعجمية عن تقليص المسافة بين النسقين، النسق التعبيري والنسق التفكيري، وهنا مكمن الفصاحة والبلاغة. نعم، للإشارة حينما نتحدث عن التوجه الديني في مجال الفصاحة، وباتساع المسافة بين النسقين يزيغ الخطاب عن البلاغة والفصاحة وتحل الرداءة محله. في المحور المتعلق بالبنيات البلاغية في نحو الخطاب الوظيفي نسترشد بنموذج نحو الخطاب الوظيفي لبيان إوليات إنتاج هذه البنيات وتأويل هذه البنيات، ولا بأس أن نضعه كما يلي. نتحدث عن المكون التصوري وعن المكون السياقي، ثم المكون النحوي ويتضمن الصياغة والتعبير، ثم المكون المخرج. وفق هذا النموذج يمكن أن نقول إن استراتيجية التواصل اللغوي بالبنيات البلاغية تتم عبر مراحل: مرحلة تحديد القصد فتحديد الفحوى المناسب للقصد، على أساس أن العبارة اللغوية في هذا الإطار النظري لها وجهان، وجه التعبير ووجه اللفظ، وجه المعنى ووجه اللفظ. صياغة القصد والفحوى في تركيب مناسب، تحقيق هذا التركيب نطقا ورسما، وتقتضي بنيتين منفصلتين
بنية علاقية يمثل فيها الوظائف التداولية إلى جانب الوظائف البلاغية على أن يتم رصد الوظائف الدلالية في البنية التنتيجية. وفاء لاقتضاءات هذه الاستراتيجية صيغت العبارة السابقة وفق مستويات التمثيل التالية: مستوى علاقي تداولي، مستوى تمثيلي، مستوى صرف تركيبي، ثم المستوى الصوتي. لم تبقى أي إشارة نبيه. هذه الإشارة الأولى. طيب. دقيقتان ثم الإشارة الثانية. مرحبا سعد سلايس. ويستخدم المكون الصوتي على أهميته بنيات وصرفات وأصوات ليتم تحقيق مستوى البنية والعبارة اللغوية من المكون الإصاتي، المكون الذي يؤدي دور إنطاق المستوى البنيوي حالة كونية بنية مجردة، ويستقي المكون الإصاتي موده من خلال غير ذلك. على أي حال الوقت لا يسع لاستكمال البث في تفاصيل هذا النموذج، وأترك لكم فرصة في مجال التفاعل. خلاصة تمتد في أمرين اثنين على الأقل. الأمر الأول يتعلق بأن عملية الإنتاج والفهم للبنية البلاغية تتم وفق مبادئ النسق التصوري والنسق المعرفي داخل هذا الإطار الذي وضعت. ينطلق النسق التصوري ببناء تصور المتكلم عن العالم الخارجي بأشيائه وأشخاصه. الخلاصة الموالية تتعلق بلغة الخطاب البلاغي، هي اللغة التي تنفرد بسبب تميزها عن غيرها. تستطيع أن تجعل الأشياء والواقع والأحداث والذوات كلمة لغوية موضوعا للتفكير والتأمل. أشكر لكم حسن عنايتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.